بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سيشن النهاردة عبارة عن معلومات أكتر ما هي تطبيق، لأن التطبيق بتاعها سهل جدا. المهم بس نركز في المعلومة دلوقتي. احنا كنا عشان نقلل الفولت من فولت، الانبوت بتاعي يبقى عالي وعايز أقلله الفولت قليل، أو عشان أثبته. طبعا الفولت بيبقى عالي وبيتغير وعايز أثبته عند فولت معين قليل برضك. كان عندي حلين، كان يا اما بستخدم الزينر ريجليتر. جميل، الزينر ريجليتر ده كنت بوصل الزينر بالباكورد كونكشن، وكنت بوصل فيه ليميتنج كارنت ريزيستور عشان الزينر دايود ما كانش بيستحمل كارنت عالي. جميل، هو بيسبلاي الفولت للودز قليله، تمام. فهو كان بيقدر يستابلايز او يثبت الجهد الاوت اللي هو الفولت الاوتبوت، بس في فيري ليميتد كارنت. لما جينا حسبنا بالكالكوليتر وبس علينا عن ال 100 ملي امبير، 100 ملي امبير ده قليل يعني، وده لما بيوصلها بيبقى جامد. هو في الطبيعي بيبقى 10 ملي، 20، 50، 100، بالكتير 100، تمام. فبيحتاج زينر حوالي 0.7 واط، اللي في السوق اصلا الزينر مش بيبقى بالواطات العالية دي، مبيوصلش الواحد واط مثلا وكده. فانا محصور جوه عدد قليل من اللودز اللي اقدر اوصلها، اللودز بتستهلك اقل باور ممكن. جميل، بنستخدمه لما احنا بنبقى عايزين نقلل الفولت. اقل الفولت قليل للود بسيط ما بيستهلكش كارنت عالي، وفي نفس الوقت عايز اثبت عنده الجهد. جميل، فاكرين الفولتج ديفايدر كان نفس الكلام، بس الفولتج ديفايدر لو اتغير الانبوت هيتغير الاوتبوت. احنا بقى ده الدايز زينر بيثبته عند الفولتج بتاع الدايز زينر. ده كان بالنسبه للزينر ريجليتر. عندنا خدنا برضو لينير ريجليتر او فولتج ريجليتر، وده اللي كان يقدر يثبت الفولتج، وكان بالنسبه للدايز زينر اللي كان بيهندل باور اعلى، كان ممكن بيوصل لواحد امبير وواحد ونص امبير. بس عيبه الضخم والرهيب ان هو لما يبقى في فرق كبير ما بين الفولتج الاوتبوت والانبوت بيسخن جدا جدا جدا. السخونيه دي عباره عن لوست او عباره عن باور لوست، تمام، عباره عن باور ضايع. لما مثلا برجليت من 15 فولت ل 5 فولت، الفرق ما بينهم حوالي 10 فولت، ال 10 فولت دول بيستهلكوا عن طريق الهيت. جميل، ده كله كوم، ولما انا بسحب منه حوالي 1 امبير، يعني 1 امبير ده الماكسيمم بتاعه يعتبر، او 1.5 على حسب الموديل، بيسخن جدا جدا جدا. فيعني للاستهلاك المتوسط مش الكبير يعتبر. جميل، ف وين كونسيومينج هاي كارنت هاي هيت بروديوس، لما انا بستهلك منه كتير بيسخن جامد. فعيبه الكبير ان هو بيبقى فيه طاقه مهدره في شكل حراره لما يبقى فيه فرق كبير من الجهد، او يبقى فيه فرق طاقه كبير. فاحنا تعرفنا ان الزينر بيستحمل الباورات قليله جدا جدا جدا، لان نسبه لان الكرنت اللي يقدر يعدي هنا والكرنت اللي يقدر يعدي في اللود، نسبه لان الكرنت اللي بيعدي في الزينر قليل جدا، وبالتالي بحط ليميتنج كرنت يدخل لي كرنت قليل، وبالتالي انا مجبور ان انا اوصل لود بيستهلك قليل. هنا اللينير الدنيا بحبحت شويه، اقدر اوصل لحد 1 امبير، بس فيه هيت رهيب ما اقدرش اعتمد عليه بشكل كلي في السيركتس الكبيره، وبالتالي فبرجليت بيه حاجات مش بسيطه زي الزينر، بس يعني ايه ما توصلش لاكتر من 500 600 ملي امبير لو انا مش عايزه يسخن ويدنيه فتره اطول. طيب ايه الحل؟ انا عندي دلوقتي روبوت او جهاز ممكن بيستهلك 1.5 امبير، 2 امبير، ومش عايز يسخن ومش عايز باور يروح سودا. فباجي بتصرف ازاي؟ باجي للبيست سوليوشن في اللارج ابلكيشنز، مش لارج قوي يعني، يعني ممكن فرنش 3 امبير او 5 امبير على حسب الموديول اللي انت تجيبه. حاجه اسمها الباك كونفرتر. الباك كونفرتر، الباك كونفرتر ليه طرفين انبوت وليه طرفين اوتبوت. جميل، هي عباره عن سيركت، شايف هنا دول، ده كاباستور وده كاباستور، ده اندكتور ودي فاريبل ريزيستور بتقلب فيها الفولت اللي طالع. هقول لكم ازاي، ده هنا تلاقيه دايد ودي هنا سيركت معينه. السيركت دي كلها بتديني ستيبل فولتج في الانبوت في الاوتبوت. جميل، مهما غيرت الانبوت. ميزتها ايه؟ اول حاجه عندها رينج امبير اعلى من الفولتج ريجليتر. جميل، ممكن بقول لك في موديلات منها 1.5، في موديلات منها 3، في منها 5 امبير. 5 امبير او 3 امبير ده انا ممكن اوصل بيه مواتير ثقيله، تمام، ويشتغل زي الفل.
الهيد اللي بيطلع منها قليل جدا جدا جدا، ده لما بتوصل ل3 امبير يعني وبتدنيك فترة. جميل. ميزتها برضو انك انت مثلا مدخل 12 فولت، انت بالبوتنشيومتر دي انت ممكن تقلب من 0 فولت لحد ما يقرب ال 12 فولت. انتوا متخيلين الرينج؟ يعني في الفولتج ريجليتر مثلا لو انا عندي فولتج ريجليتر 12 بيقلل لي ل 5 فولت، يعني انا فولتج ريجليتر 5 فولت، انا ما ينفعش اقل عن 7 فولت. لو قليت عن 7 فولت في الانبوت، الاوتبوت بتاعي مش هيطلع 5 فولت ستيبل، هيقل عن ال 5 فولت، لازم 7 فولت فما فوق، يعني 12 11 10. لما بتوصل لل 7 او تقل الاوتبوت ما بيبقاش ستيبل. هنا لا، بالعكس انت عندك رينج اكبر تقدر تقلب فيه، عندك من 0 لحد 12 لو انت الايمت بتاعك 12 او ما يقرب من ال 12 والهيت بتاعك قليل. فالباك كونفرتر، الباك كونفرتر واسمه كونفرتر عشان بيكونفرت من هاي فولتج لاقل لور فولتج، ممكن يستعمل لحد 30 فولت. هنا في الفولتج ريجليتر فاكرين ال 3.3 لما وصلنا بيه 15 فولت حصل له ايه في السيميليشن؟ اتحرق. فبالتالي ماكسيمم فولتج اللي يقدر يخش في الانبوت بتاعها صغير بالنسبة لي الصغير، وكل ما يزيد الرينج طبعا كل ما يزيد الهيت بتاعت الفولتج ريجليتر. هنا عندك انت عندك لحد 30 فولت على حسب الموديول طبعا، ويطلع لك اوتبوت ستيبل حتى لو الفولتج قرب من الفولتج الاوتبوت او الاثنين بقوا قريبين من بعض، مفيش اي مشاكل ومفيش هيت كبيرة. فالباك كونفرتر ده بيشتري زي موديول كده وبتتعامل بيه. للأسف هو مش موجود في السيميليشن، بس ايه اظنكم عرفتوا بيعمل ايه. في عكسه تماما اللي هو البوست كونفرتر. البوست كونفرتر عكس الباك كونفرتر، الباك كونفرتر بيقلل الفولتج، حتى ساعات بيسميه دي سي تو دي سي ستيب داون، ستيب داون. هنا البوست من اسمها بوست يعني بيسرع الفولتج، بيكتر الفولتج، وبالتالي الانبوت بتاعك ممكن يبقى 3 فولت يطلع لي هنا 5 و6 و7 وكمان يوصل لحد الماكسيمم حسب الموديول، بتقلبه عن طريق البوتنشيومتر. ايه ده ازاي؟ طب هو بيجيب الفولتج الباقي منين؟ لا بالراحه، انت عندك الباور قلنا ايه فولتج في كارنت. جميل. فانت هو بيزود لك الفولتج ليه اصلا؟ انا ليه بحتاج ازود فولتج؟ انا يمكن الابلكيشن بتاعي او السيستم بتاعي ماشي ب 5 فولت. جميل. بس انا عندي حاجه بسيطه كده زي موتور مثلا او ليد تخين او لمبه او ايا كان اللود بتاعي، ده الحاجه الوحيده اللي في السيستم اللي شغاله مثلا ب 12 فولت 14 فولت 15 20 فولت 19 فولت، فولت اعلى من السيستم بتاعي، فبضطر اعمل بوست كونفرتر عشان يرفع لي الفولت للابلكيشن. جميل. طبعا كل ما يزيد الفولتج اللي انا بعليه كل ما يقل كميه الكرنت اللي اقدر اسحبها منها، عشان كده احنا ما بنستحدثش باور او ما بنستحدثش طاقه من العدم، انما احنا بنحول الطاقه. انت عندك الباور بيساوي في في اي، انت لما بتزود الفي الاي يعني ايه بيقل، بس مش بيقل بالدرجه اللي هي. جميل. بس بيقل. تمام. فا it's usually used when need to operate a device that work on higher voltages. انت السيستم بتاعك مثلا شغال بتلاتة فولت خمسة فولت، طبعا في مينيمم فولت تدخله على حسب الموديول اللي انت هتجيبه، وطبعا كل موديول ليه ماكسيمم امبير بتاعه والماكسيمم فولتج اللي الاوتبوت بتاعه وهكذا. ده كان البوست والباك كونفرتر، وقلنا امتى نستخدم الزينر ريجليتر، امتى نستخدم اللينير ريجليتر، وامتى نستخدم الباك كونفرتر في البروجكتس بتاعتنا او المشاريع بتاعتنا او الروبوت بتاعنا. جميل. على حسب حجم السيستم بتاعك، لو انت اللود هنا حاجة بسيطة للداية حاجات بسيطة تماما بيستهلك بالعشرة والعشرين ماكسيمم بتاعك حوالي 100 ملي، فانت في الامان مع الزينر. زدت عن كده دخلت في الميتين في التلتمية في الخمسمية في الستمية لحد واحد امبير، ده الماكسيمم بتاعك ويفضل ما توصلوش، فانت معك ريجليتر. فوق كده ريجليتر عبارة عن قطعة من السخونية، فبتستخدم الباك كونفرتر. طبعا في الابليكيشن بتاعك لو انت عندك جهاز شغال بفولت اعلى من السيستم بتاعك فبتستخدم البوست كونفرتر. استخدامهم سهل جدا، انت عندك طرفين انبوت بوزيتيف ونيجاتيف وبيطلع لك اتنين اوتبوت بوزيتيف ونيجاتيف. بس كده، شكرا. مفيش مني كويز النهارده نظرا لان هي معلومات بس. شكرا.